يعني ما في أمان؟ أنا هني في بيتها أحسن، أولها مكان ثاني يناسبها، بس لا تجيهم عندي. المسألة تساعدها أكثر بعد، بس تعرفين مثل هالحالات محتاجة رعاية وعناية خاصة. إيه أكيد تحس، والدليل اللي تمشي وياه. هانا مو لازم أعرف، يكفيني إني أحس، إحساسي عمره ما يفيد. اطلع برا. أنت ما تستحي؟ صدق إنك مو ريال. أنا آسف. آسف؟ هاي اللي تقدر تقوله؟ تبين صراحة؟ أكيد أبي الصراحة.